بسم الله الرحمن الرحيم. أنا متشكر جدا جدا لكل الناس اللي دعت لي وقفت جنبي، واللي دعا لي عند الكعبة، واللي ختم لي قرآن. 20,000 كومنت كلهم بيدعوا لي، 40,000 لايك. أنا ما كنتش متخيل كل ده. متشكر جدا 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 على كل اللي عملتوه معايا. أنا خلاص قربت أخف الحمد لله، فاضل لي 3 أيام وأخلص الحجر بتاعي. انا قاعد في اوتيل. الفيديو دوت علشان اشكركم فيه، وعلشان اقول للناس انا بجيب فلوسي منين. ده رد الجميل اللي انتوا عملتوه معايا، بانكم دعيتوا لي وانكم وقفتوا معايا واكرمتوني، وانا مكنتش متخيل كل الحب ده. ربنا يخليكوا ليا ويحفظكم من كل شر. انا بكل بساطة فكرة للناس اللي بتقولك انت بتشتغل ايه، انت هتفهم في اخر الفيديو انا بشتغل ايه لما بقول رجل اعمال او مخرج. طبعا ده كده وجه، انما عشان اشرح الموضوع كبير فيمكن الفيديو ده يبقى طويل شوية للناس اللي حابة تفهم ازاي تفكر بره الصندوق وتعمل فلوس بسرعة. اللهم صل على سيدنا محمد. في نوعين من المليونيرات: المليونير اللي بياخد زي دونالد ترامب، بياخد البيوت القديمة يصلحها برخص التراب، بيبقى بيت عليه مديونية والبنك سحبه من صحابه وخدوه فحاطينه في مزاد ويخش يزايد عليه وياخده. يا إما بيوت مكسرة وقديمة ياخدها يدهنها ويبيضها عفوا معلش جالي تليفون قطع التصوير. يا إما بيبقى بيوت قديمة بياخدها يدهنها ويبيضها ويحطها تاني في الماركت ب10 أضعاف تمنها. فأنا بعمل نفس الفكرة دي بس في البيزنس. يعني إيه؟ يعني مثلا أخد مغسلة قديمة أو مطعم قديم أو بنزينة قديمة، أبيضها وأنضفها وأعمل لها افتتاح جديد وأشيك شكلها وأحطها تاني في الماركت، في السوق يعني، للبيع على طول. تمام. يعني مثلا أول مرة بدأت الموضوع ده كنت جبت مغسلة اشتريتها ب$5,000، دهنتها مغسلة كوين لاندري، اللي هي المغسلة اللي هي بالعملة، تحط العملة تغسل وتحط العملة تنشف. فعملت الموضوع ده ونجح، كسبت $35,000 في أول بيزنس في 5 شهور. فيعني خدت المغسلة ب5,000، بعتها ب40 بعديها ب5 شهور. فأنت ممكن تعمل إيه؟ أنت ممكن تاخد البزانس اللي هي قديمة. بمعنى ايه؟ راجل كبير في السن عنده حلاق مثلا وخلاص بقى المحل شكله تعبان قوي وبتاع، تقول له بقول لك ايه، ما تاخد خلو ورجل وتخلع من البيزنس ده. هو نفس الايجار بيفضل باسمه، او تحول عقد جديد مع صاحب الملك او وريفر. انت بتشتري منه البيزنس بس، مش بتشتري منه المحل، بتشتري منه البيزنس. فممكن محل زي كده صغير يعمل مثلا 20-30 ألف جنيه، 15 ألف جنيه، 20 ألف جنيه، وتطلع خلو ورجل من الراجل، وتاخد انت محل الحلاق دوت اللي فيه كرسيين او ثلاثة. انت ما تشتغلش حلاق، انت تاخده تدهنه تبيضه، تجيب كراسي جديدة، تحط يافطة بره ملونة، تزود الانوار قوي فيبقى باين في الشارع انه اتباع وتجدد. في الحقيقة انت لا بتبيع ولا بتجدد، هم نفس الصنايعية اللي واقفين او الحلاقين اللي واقفين. بمعنى ايه؟ عندك مثلا 3 كراسي، انت بتجيب الصنايعي تقول له الكرسي ده بتاعك، انا عايز منه في اليوم 100 جنيه. انت بقى عملت 200 جنيه 300 جنيه 400 جنيه ده رزقك ماليش فيه، والكرسي اللي جنبه والكرسي اللي جنبه. يبقى المحل بيجيب لك في اليوم، انت ما بتشتغلش، ده كده انت قاعد، انت بتدي الصنايعي الحلاق بتدي له الكرسي ده ايجار يوميته 100 جنيه يعني تقول له انت عملت منه 100 200 500 1000، عملت 50 وخسرت 50 ماليش فيه. ليلة العيد انت هتعمل لك 1000 جنيه، انا مش هتكلم، هاخد برضو هم ال100 جنيه. في الايام اللي سلو او الايام اللي ما فيهاش بيزنس كويس برضو انا هاخد ال100 جنيه بتاعتي. فانا في اليوم هاخد 100 جنيه، انت عملت 200 300 400، فيبقى كل كرسي بيجيب لك في 3 كراسي مثلا، لو المحل فيه 3 كراسي او 4 كراسي، في 3 كراسي مثلا بيجيب لك 300 جنيه في اليوم، في الشهر ب9,000 جنيه. هي الدنيا ماشية كده. فالفلوس اللي انت دفعتها مثلا لصاحب البيزنس الراجل الكبير اللي انت عطيت له خليه ورجله ومشيته، دي رجعت لك في شهرين. بعد كده هتلاقي كل فلوسك مكسب، وتقوم حاطط المحل كله للبيع. تمام. فيبقى المحل بيجيب لك دخل طول ما هو على اسمك على ما يتباع، وفي نفس الوقت فانت بتاخد البزنس القديمة. الفكرة كده، انك تاخد البيزنس القديم تجدده وتقوم جاي حاطه تاني في الماركت
على طول. والتجديد بيبقى عبارة عن بياض ولوحة جديدة، يافطة بره جديدة، وتزود النور، تبص تلاقي المحل شكله اختلف تماما، وهو هو. تاخد بتاع فطير، بتاع فطير قديم، والناس كلها كلنا في الحتة في عندنا كل واحد بتاع فطير شكله قديم، تشتري منه البيزنس. حلو الكلام، اللي هو المالك تشتري منه البيزنس، مش تشتري منه المحل. لا، انت ما بنتكلمش بقى في 200 الف جنيه و400 الف جنيه ومليون جنيه تمن محل في حته كويسه. لا، انت بتشتري البيزنس، انت بتدي خلوه ورجل لصاحب البيزنس، تطلعه بره وتبقى انت المدير. حلو كلام، تقوم واخده برضه يافطه جديده وبتاع وداهن ومظبط وبتاع، وتقوم جايب الصنايعي. تمام، هو واحد هيقول لي طب وهو لو شغال ايه اللي هيخليه يبيع البيزنس او يطلع منه؟ هتلاقي في ناس كتير جدا متعثره، خلاص مش قادرة تكمل، تعبت، كبرت في السن، واحد توفى وأولاده مش عارفين يدوروا المحل، يكون ابنه دكتور بتاع فمش قادر يقف يدور بتاع فطير أو محل حلاق أو محل كده أو ورشة مثلا بتاعت ميكانيكا أو فاهم. فأنت بتاخد البزانس الصغيرة دي اللي هي بتبقى البيزنس عليها ضعيف وتعبان، تقوم داهن ومنور زيادة، حاطط أنوار كتير، يافطة جديدة، وتجيب الصنايعي بتاع الفطير ده، تقول له المحل ده كله بتاعك، انا مش هطلعك منه، انا اشتريت البيزنس بس مش هطلعك منه، انا عايز في اليوم 300 جنيه او 400 جنيه على حسب بقى مبيعات المحل، يعني فاهم ازاي؟ انا عايز 300 جنيه، انت عملت 500، عملت 1000 ليلة العيد، مش عارف عملت 10000، ماليش فيه، انا عايز في اليوم 300 جنيه، ايجاري في اليوم 300 جنيه، انت مأجر مني البيزنس كده. انت ضربت عصفورين بحجر، الصناعي هو اللي دفع لك، سواء كان حلاق او فطاطري او اي بيزنس ايا كان، الصنايعي اللي واقف في المحل هو كده واقف في محله، هو فاهم كده ان المحل بتاعه هو قانونا البيزنس بتاعك انت. تمام، وانت ملزوم من ايجاره وفواتيره وكهربته والكلام ده كله، انما هو فاهم ان هو عايز يعمل اكتر من 300 عشان يسدد يوميته، يوميت المحل، وهو في نفس الوقت هيخلي باله، مش هيسرق، مش هيعمل حاجه لانه واقف في محله، فاهم ازاي؟ فالصنايعي بدل ما تجيب صنايعي يسرقك وانت مش فاهم في الشغلانه ومبقاش قلبه على البيزنس، لا، انت طلعت انت نفسك واديت المحل اللي انت لسه شاريه ومروقه ده، مش المحل، البيزنس اللي انت لسه شاريه مروقه ده للصنايعي، سواء بقى كان حلاق، فطاطري، اي بيزنس صغير. تمام، وتقول للصنايعي انت صاحب المحل وانت المدير، حط بقى المنيو اللي انت عايزه وبيع للناس واعمل فلوسك، واعمل لو عملت 10000 جنيه في اليوم ماليش فيه، انا عايز 300 بس، هتديني 300 بتوعي، هنكمل مع بعض على طول، تكتب عقد بالكلام ده كله، ان طول ما هو بيدفع انت مالكش حاجه عنده، هتفضل قاعد في البيت تعمل لك 9 10000 جنيه في الشهر وانت قاعد. الصنايعي هو فاهم ان هو واقف على بزنسه، فاهم ازاي؟ لان هو فعلا بزنسه كل ما باع اكتر وكل ما اهتم بالمحل وكل ما عمل فلوس اكتر هو الكسبان، فاهم ازاي؟ وانت ما بتعملش اي حاجه، وقاعد بتقبض منه، تجيب لك واحد حلاق مع واحد فطاطري تعمل لك 20000 في الشهر، 30000 في الشهر، وانت قاعد ما بتعملش اي حاجة. ففي كمية بزانس كتير جدا جدا، كلنا عندنا حلاق شكله تعبان في الحتة بتاعتنا، مثلا راجل كبير في السن، فطاطري، مش عارف، مثلا برضه من البزانس اللي بتعمل فلوس كويسة قوي قوي الدراي كلين، اللي هو المغسلة اللي الناس بتغسل هدومها وتنشفها، وانت تروح تاخد من عندهم برضو تشتري مغسله تكون تعبانه، واخد لي بالك ازاي؟ برضو تجيب الصنايعي نفس الكلام، انا عايز منك 400 جنيه في اليوم، ال 400 جنيه دول بتوعي انا. تمام، انت بقى انت المسؤول عن البيع والشراء والبتاع. فتلاقي الصنايعي بدل ما تدفع له هو اللي هيدفع لك، هيخلي باله من الشغل، ان هيبقى هو عايز يوصل يعدي ال 400 بتوعك في اليوم، وبعدين مكسبه هيبدأ، يعني هو لازم يعمل 400 جنيه ايجار المحل في اليوم او مبيعات المحل في اليوم قبل ما وتتفق معاه. انا ما بقولكش تروح تقول له، فعلا انا بديك بس مجرد مثال، فاهم ازاي؟ ما حدش يحاول يتواصل معايا بقى يقول لي اصل يا وائل مش عارف، اصل المحل ايجار قديم، انت بتكتب عقد جديد ما بينك وما بين الراجل اللي هتشتري منه البيزنس، ان انت بتشتري منه البيزنس فقط، لا انت بتشتري، عايز تكتب بقى عقد ايجار جديد هو يطلع خالص، تكتب عقد ايجار جديد معه، بس ما انصحكش، تخلي الايجار على اسم الراجل وانت تكتب في العقد ان انت القديم، يعني انت داخل دلوقتي في محل حلاق ايجار قديم بيدفع مثلا 40 50 جنيه في الشهر، ما تجيبش سيره صاحب البيت، انت هو بيبيع البيزنس بس، انما هو مؤجر زي ما هو،
وانت بتشيل عنه الايجار 40 50، فيبقى الايجار بالنسبه لك، لانك لو كتبت عقد جديد مع صاحب البيت اللي في المحل ده هيكتب لك بقى عقد ب 1500 ولا ب 2000 ولا ب 3 ولا بتاع، فكده الايجار زاد عليك، تمام؟ انما انت هتخليه باسم راجل قديم، وانت تكتب في العقد ما بينك وما بين ان انت متكفل بالايجار ده مدى الحياه، وتحط البيزنس تاني في الماركت، وتحاول تبيع البيزنس مش المحل، بتحاول تبيع المهنه المحل ده شغال منها. فانا بعمل الكلام ده هنا، تخش تاخد مغسله تنظفها وبتاع مش عارف ايه، وتبيعها ايجار، انا مش مالك، فاهم ازاي؟ بتبيع البيزنس، بتبيع المهنه اللي طالعه في المحل، مش بتبيع المكان، لانه المكان مش بتاعي، تمام؟ المكان ايجار، فبدفع انا ايجاري عادي، وببيع البيزنس نفسه، سواء كان مغسله بقى، سواء كان حلاق، سواء كان حاجه. فتيجي من اوائل النهارده، انت بتشتغل ايه وبتجيب فلوسك منين؟ ما اقول لك ايه، اشتغلت سواق تاكسي، واشتغلت سواق اوبر، واشتغلت في مغسله، واشتغلت في بنزينه، وكان عندي مطعم، وكان عندي حاجات كتير جدا، واخد لي بالك ازاي؟ فالفيديو ده للناس اللي معاها مثلا 10 20 30 40 الف جنيه ومش عارف يعمل بيهم ايه دلوقتي بسبب الكورونا دي. كل واحد محجور او مزنوق في البلد، السفر اتمنع، كل الناس اللي كانت بتفكر تسافر تنسى، لان كل السفر اتوقف دلوقتي، اوكي؟ فالهجرة والكلام ده كل ده واقف دلوقتي، تمام؟ يعني المطارات مقفولة، والدول كتير، الباسبور الأمريكي بجلالة قدره النهاردة بيخش 20 دولة. حاولت أروح الفلبين قبل ما أعيا بأسبوع، رفضوا إن أنا أدخل الفلبين، لأن قال لك إحنا قافلين السياحة، وأدي باسبور أمريكا أهو. فالفلبين النهاردة، تايلاند قافلة، ماليزيا قافلة، يعني الدول الوحيدة في مصر، الدول الوحيدة في أفريقيا أو في الدول العربية كلها اللي فاتحة للسياحة مصر، والامارات فاتحين دبي فقط، يعني حتى تونس فتحت برضو مؤخرا. فانت بتتكلم ان خلاص السفر دلوقتي، ربنا حط الكورونا ده، كل واحد اتكتب عليه انه يفضل في مكانه، يفضل في بلده. فتعمل ايه عشان تستثمر؟ نفس الفكرة بتاعت المليونير اللي بياخد البيوت القديمة يصلحها ويبيعها، انت بتعمل كده بس في البزانس، في البيزنس. تاخد البيزنس القديم تشتريه من الراجل خليه ورجل، تديله 10 15 الف، وتجيب حد يدهن او انت تدهنه بنفسك، الموضوع كله محل صغير، بتطلع كل العدة بره وتدهن العدة اللي شكلها قديم، تجيب سبراي لونه سيلفر او فضي وتدهن العدة الجديدة، وتشتغل على المنظر ده. صبيان، بنات، اي حد يقدر يعمل الموضوع ده، وعندك فلوسك جايه لك. اوعى تشتغل بايدك، اوعى تشتغل بايدك، انت تجيب الصنايع اللي فاهم، اللي اصلا شغال في المحل، وتشغله عندك، هو اللي يدفع لك ارضيه، سواء كان حلاق بقى، بتاع فطير، مغسله، مش عارف ايه، يدفع لك ارضيه، فانت تبقى عامل فلوس وضامن ان الصنايع هو اللي بيدفع لك، مش انت اللي بتدفع له، وعمره ما هيسرقك، لانه مش هيسرق ماله. هو لو عمل 700 800 جنيه، واعطاك انت 200 في اول، يعني في اليوم، يبقى هو كسبان 500 جنيه، فاهم ازاي؟ بس، وهو مش هيدفع حاجه من جيبه، ده هو داخل يشتغل. فبدل ما بيقبض مرتب مثلا 2000 ولا 3 في الشهر، لا، ممكن يعملهم في يوم واحد، فهيوافق. وفي نفس الوقت هو المسؤول عن المحل، انت ما بتعملش حاجه، انت بتروح تقبض وتمشي كل يوم، او بتقبض بالشهر، او على حسب ما تتفقوا يعني. فبتاخد البزانس القديمه، البزنس القديم، تجدده وترجعه تاني. فاوائل انت بتشتغل ايه؟ انا بعمل كده حاجات كتير جدا. فممكن تلاقيني 3 شهور مسحول في مغسله، 3 شهور مسحول في بنزينه، 3 شهور مسحول في محل مش عارف ايه، فاهم ازاي؟ فتبص تلاقي نفسك في مطعم صغير، في بتاع فطير، بتاع بيتزا، بتاع مش عارف ايه، الكلام ده كله. بس فهو ده اللي انا، ناس كتير جدا بقى لها سنين بتسالني انت بتجيب فلوسك منين؟ فانا مش عارف اشرح لك، انا مش عارف اشرح لك، انما الوضع دلوقتي العالمي ان كل واحد اتزنق في البلد اللي هو فيها، فانت مزنوق هنا، انت خلاص مش هتقدر ان انت تسافر بقى، وطموحك اوروبا وايطاليا، كل ده قافل، كل ده قافل، مطاراته خلاص لا بيستقبل ناس ولا بيروح، والدنيا قافله. فكل واحد قاعد في مكانه دوت، ازاي؟ فمصر طبعا فيها بقى كميه بزانس بالمنظر ده، بالهبل، كلها قديمه. اللي راجل كبير في السن، اللي واحد اتوفى واهله مش عارفين يدوروا المحل، اشتري منهم البيزنس، خده ودوره، بلاش تاخد حاجه من سكراتش، بلاش تاخد حاجه مقفوله خالص وانت اللي تجهزها من اول وجديد، علشان ده هيتكلف كتير جدا، ده هيتكلف كتير جدا بقى، هتعمل دعايه والناس مش عارف. انما لما تاخد بيزنس اوريدي شغال بس تعبان، الرجل عليه ضعيفه، تاخده تجدده لبان، وبرضه توقف الصنايعي هو اللي مسؤول، وانت بس تاخد منه ارضيه، انت لا تشتغل لبان ولا تشتغل حلاق ولا تشتغل انت، وده اللي انا بعمله، فاهم ازاي؟ فلما حد يقول لك انت ايه، انا رجل اعمال، ما اقول لك ايه، ما انا عندي حلاق، وعندي فطاطري، وعندي بنزينه، وعندي
انت قاعد بتقبض من كل ده وانت ما بتشتغلش ولا حاجه، جايب الصنايعيه اللي ماسكين المحل هم اللي ماشيينه، ويديك انت ارضيه، انت تاخد انت تاخد اليوميه بتاعتك او الشهريه بتاعتك على حسب ما تتفقوا، وهو بقى يولع في البيزنس يولع بيه، مش مشكله بقى، فاهم ازاي؟ يعمل فلوس ما يعملش فلوس انت مالكش دعوه. الفكره دي طلعت من اساسا اول حد عملها كان اصحاب التاكسيات زمان في السبعينات والثمانينات، كنت تلاقي واحد مثلا راجل معلم كبير مثلا يشتري مثلا ايه 100 عربيه ويحولهم كلهم تاكسيات، ويأجر للايه؟ يأجر للسواقين التاكسي، فيوميه التاكسي مثلا يقول له مثلا سنه 70 و80 وبتاع، يقول له انا عايز منك 50 جنيه في اليوم، انت عملت 100 عملت 200 ماليش فيه، ولغايه الكلام ده شغال لغايه دلوقتي في اوبر، وشغال لغايه دلوقتي في شركات التاكسيات هنا في امريكا، تجيب برضو عربيات كتير، بس طبعا بيبقى لازم بقى راس مال. يعني فكره ان البيزنس دي في انك تأجر وتاخد ارضيه من واحد، دي جت منين؟ دي جت من انك انت بدأوها اصحاب التاكسيات، انا بجيب عربيات، انا ما بسوقش خالص، انا عندي 100 عربيه هم بيشغلوا لي فلوسي تشتغل، هي يعني الناس بقى السواق يشتغل يفشخ نفسه شغل يلف في الشوارع طول اليوم ويجيب لي انا يوميه التاكسي 50 جنيه، هو بقى كسب 100 كسب 150 كسب 200 جنيه، كسب 1000 جنيه، واحد خده من المطار وداه اسكندريه مثلا ادي 400 جنيه، 300 جنيه، مش عارف ماليش فيه بقى، 700 جنيه ماليش فيه، فاهم ازاي؟ فهي ابتدت من الفكره دي، ان زمان صحاب التاكسيات كان يجيب عربيات كتيره ويأجرها للسواقين ويقول له العربيه دي بتاعتك اعمل بيها الفلوس اللي انت عايزها، المهم تجيب لي انا في اليوميه 50 جنيه، ماليش فيه بقى، انت عملت ما عملتش مش عايز كلام، هو العقد اللي بينا بيقول كده. نفس الكلام انت هتخش على اي بيزنس قديم تدي خلاوه رجل لصاحبه وتطلعه وتاخد منه، يبقى انت اشتريت البيزنس مش المحل، وتقوم جايب الصنايعي اللي شغال هنا وتقول له اللي احنا هنروق المحل ده، معلش جالي تليفون تاني، هنروق المحل ده والمحل ده هيبقى بتاعك انت، وانت اللي هتشغله، تعمل 10 تعمل 20 تعمل مليون ماليش فيه، انا عايز القرشين بتوعي وكان الله بالسر عليهم. فانت هيبقى عندك كذا بيزنس كلهم بيجيبوا لك عشرات الالافات كل شهر، وفي نفس الوقت انت ما بتشتغلش ولا حاجه منهم واسمك رجل اعمال بس. فحبيت افهمك الدنيا دي ماشيه ازاي، ده طريق التفكير خالص بره الصندوق. دايما بقول لكم سيبوا الوظيفه، دايما بقول لك فكر بره الصندوق، المره دي لا بقول لك اشتري من الصين ولا هات ولا بيع ولا بقى تبيع على امازون، ده انا بقول لك انزل على محل تعبان في منطقتك اشتري البيزنس ده ونظفه وروقه وحطه في الماركت تاني للبيع، على ما تحطه في الماركت تاني في البيع هو هيجيب لك فلوس. لو انت بقى كفاءه وفاهم في الصنعه اللي انت اشتريتها دي خلاص ماشي ماشي كمان الشغيل وقف انت اشتغله بقى. بس انا عن نفسي ما بحبش اشتغل، انا كراجل ليزي او كسلان ما بحبش اشتغل، انا لا بجيب الصنايعي ما بمشيهوش، لان الصنايعيه بتقلق لما بيلاقوا حد بيبيع المحل يا ترى هيمشيني ولا لا، لا انت ترقيه قول له انت بقيت المدير واي فلوس تعملها دي تبقى بتاعتك، بس انا هيطلع لي كل يوم منها قد كده، القرشين دول بتوعي انا رسمي كل يوم، انت بقى عملت 4 قروش 10 قروش ماليش فيه، انا ماليش فيه. ومش هقول لك بقى يوم العيد عشان يوم العيد فيه قد كده، لا لا كريسماس بقى عيد بعت كتير بعت قليل، عملت انت دعايه زودت انت وشطارتك كصنايعي، انت وشطارتك كصنايعي، انا هم الملمين بتوعي مش هيزيدوا، والملمين دول تكتب في العقد ان هم قابلين للزياده سنويا، يعني مثلا باخد منك في اليوم 200 جنيه النهارده ممكن من اول السنه الجايه اخد 220 230 250 على كده، على حسب الاتفاق وعلى حسب حجم البيزنس، ممكن يزيد وممكن نفضل زي ما احنا، او لو هو عايز يخلع ويجيب صنايعي تاني مفيش برضه مشكله، يجيب لك صنايعي تاني وتقف وهو يشتغل والكلام ده كله، فهتشوف الدنيا ماشيه ازاي وتعرف. فانك تاخد بيزنس قديم تجدده وبعدين تبيعه وعلى ما تبيعه يجيب لك فلوس، ولما تبيعه يجيب لك فلوس اكتر واكتر، الموضوع ده هو الحاجه الوحيده اللي ممكن تخليك ماسك قرش كتير قوي قوي قوي. بس طبعا عشان تبدا عايز راس مال، يعني على الاقل الفيديو ده او النصيحه دي الناس اللي عندها مثلا 10 20 الف جنيه مش عارفين يعملوا بيهم ايه، واخد لي بالك ازاي؟ ولو دخل في مشروع مش هيكلفه، لا انزل خد حاجه بسيطه وخلي الصنايع اللي واقف هو اللي يدوره لك، وانت خد منه ارضيه وبتاع، وفي نفس الوقت انت تحطه للبيع، واحد تاني يجي يشتري فيدفع لك بقى، يجي بقى يلاقيه متجدد والانوار وبتاع والناس شغاله والصنايعيه واقفه وبتاع، تقوم انت بايع البيزنس وتقول له انت مشغله ازاي وبتاع وبتقبض منه كام في اليوم وبتاع، عايز بقى هو يكمل على نفس الطريقه اهلا وسهلا، عايز ماشي الصنايعي ويقف يشتغل بايده، انا مش هقف اصل طول عمري ابقى حلاق، ولا هقف طول عمري ابقى فطاطري، ولا هقف طول عمري ابقى بتاع بيتزا، ولا هقف طول عمري ابقى، في ناس بقى بياخد البيزنس يرشق فيه بقى بال 20 وبال 30 سنه ويصرف على اولاده منه وبتاع، هو حر بس بيبقى عنده بيزنس واحد وبيبقى اسمه حلاق او فطاطري او بتاع، لا انا باخد بقى اي بيزنس زي كده اخلي فيه صنايعي هو اللي يشتغل وانا اخد منه ارضيه بس، انا بس بجدده وهو اخد منه الارضيه. فدي نصيحتي للشباب اللي عايز يعمل حاجه بمبلغ قليل، يفتح مشروع اوريدي شغال، ما تفتحش حاجه من سكراتش، من ما تفتحش حاجه اوريدي قافله وانت تفتحها من، لا خد حاجه
بس الرجل عليك ضعيفة تعبانة، واشتري البيزنس جدده وخلي الصنايعي يدوره لك وانت اخد منه أرضية. فانت كده تضمن ان الصنايعي عمره ما هيسرقك، انت مريح دماغك، هو المسؤول عن كل حاجة، وفي نفس الوقت ايه تعمل غيره وغيره وغيره، فيبقى عندك 3 4 بزانس انت اللي تعمل منهم المصلحة بتاعتك دي. بس شكرا جزيلا مرة تانية لكل دعواتكو. هو ده اللي انا بعمله، فتلاقيني 3 شهور ممكن اقعد من غير شغل، ممكن 3 شهور تانيين يبقى عندي 3 4 مصالح بطلع منها فلوس، حاجات كده. وبعمل الموضوع ده في كذا مكان، يعني انت ما عرفتش تعمل الكلام ده في اسكندريه انزل الشرقيه، انزل المنصوره، انزل، لان كل واحد خلاص اتحبس في الدوله اللي هو فيها دلوقتي عشان ما فيش سفر كتير وبتاع مش عارف ايه. انا هنا برضو ما فيش مشكله، في مشكله في فلوريدا اطلع على ميامي، اطلع على تكساس، من تكساس اطلع على نيويورك، اطلع غير عتب. لو مش لاقي المصلحه دي ادخل في الفلاحين شوية، ادخل في القرى شوية، ادخل في الحلوان، ادخل في المرج، هتلاقي بزانس كتير قوي مفتوحة وشكلها تعبان، انت بتاخده بتنظفه وتبيضه وبتاع مش عارف ايه، وهتشتغل وتجيب الصناعية توقفهم، هم اللي يشتغلوا وهم اللي يدفعوا لك مش انت اللي تدفع لهم، فتبقى انت كسبان وانت قاعد على ظهرك ما بتعملش اي حاجة وكل يوم داخل لك قرش واسمك رجل اعمال، لان انت ما تقدرش بقى تقول ان انت فطاطري او حلاق او عندك مغسلة، لان لا انت انت عندك كل ده بس انت ما بتشتغلش ولا واحد من دول، فاهم ازاي؟ بس فبتقول على نفسك رجل اعمال وخلاص. تمام، شهاداتنا بقى ايه كاخصائي اجتماعي وكمخرج والكلام ده، ده للهوايه بقى، فاهم؟ ان حد عايز استشاره يكلمني، او ان انا مثلا اعمل فيديو او اعمل فيديو كليب، ده بقى دي دماغك بقى، انت عندك بقى وقت كتير وعندك فلوس دخل. فبكل بساطه ادي الحاجه اللي انا حبيت اقولها لكم، او السؤال اللي ناس كتير قوي قوي، انت بتشتغل ايه او بتجيب فلوس منين او بتاع. بس انا بلف اشوف البزنس الواقعه، اصطاد البيزنس من دول، اخده اجدده واحطه في الماركت، وعلى ما يتباع بيجيب لك فلوس اللي هو المبيعات بتاعته، ولما بيتباع بيجيب لك لوكشه بقى مره واحده بتكسب فيه مبلغ كويس. فشكرا ليكم جدا، هنفضل 3 ايام واخلص انا على الاقل قدرت اتكلم، الحراره راحت والالتهاب بتاع الزور راح، الحمد لله رب العالمين. خلي بالكم من نفسكم جدا، انا قاعد طبعا حابس نفسي في، مش عارف اوريكم ازاي، حابس نفسي في اوتيل لوحدي، اعمل لي حاجه في الكارانتين مع نفسي علشان ما اروحش البيت، و والله المستعان دعوات كليه وربنا يخليكوا ليا، وانا قاعد طبعا كميه الاف الرسائل عماله ابعت لهم في قلوب ولايكات وبتاع. شكرا جزيلا، خلي بالكم من نفسكم، وحط الفيديو ده عندك علشان منين ما تنسى البروسيجر ماشي ازاي والعمليه بتمشي ازاي، ترجع تاني تشوف بدل ما تقعد تدور عليها عندي وتقول لي فين اللينك بتاع السمول بيزنس او بتجيب فلوس منين، خليها عندك، اعمل له شير، حطه عندك على البروفايل عشان تسمعه تاني في المستقبل، ممكن تنسى في وسط هو انا المفروض اعمل ايه تاني بعد كده، طب انا اشتريته ونضفته، طب اعمل ايه، طب فحطه عندك للاحتياطي لو انت الفكره عجباك. انا الفكره دي بتعمل فلوس كويسه وياما عملت مليونيرات في البيوت وفي البيزنس، في البزنس يعني، في ناس بتاخد بيوت قديمه تعمل فيها نفس البيوت، بس البيوت بقى غاليه بقى، عايز بقى راس مال كبير، انما انك بتشتري بيزنس مش بتشتري محل، بتشتري بيزنس وتطلع خليه ورجل لصاحب الحلاق او الفطاطري او البتاع، تديله 10 20 الف جنيه وتمشيه، ويبقى انت المحل بتاعك تاخده تدهنه وبتاع، وتجيب الصنايعي يديك ارضيه كل يوم وتحطه في الماركت يتباع تاني وتكسب منه لوكشه كبيره، ما انت هتصرف، طلعت راجل ب 20 وصرفت مثلا عليه 5 تصليحه، دي 25 هيجيبهم لك هو خلال 2 3 شهر من المبيعات من الارضيه بتاعتك اللي انت بتاخدها من الصنايعي، ولما يتباع انت مش هتبيعه ب 25 ولا ب 20، هتبيعه بقى ب 100، فتكسب 75 مره واحده. فهمت الدنيا ماشيه ازاي؟ بس كده بكل بساطه. ربنا يخليكم، شكرا جزيلا، ونتقابل في الفيديو اللي جاي ان شاء الله، وشاكر جدا، ربنا يخليكم ليا انتوا بجد على راسي من فوق. شاكر جدا لكل الناس اللي دعت لي، وانا ما كنتش متوقع كل ده. الف الف شكر، واشوفكم في الفيديو اللي جاي. وائل الصديق، السلام عليكم.